السلام عليكم إخواني، ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام. اليوم إن شاء الله سوف نتخلص من جميع المشاكل المتعلقة بقياسات الكتب الخاصة بنا، وكذلك سنتعرف على الفرق بين بليد ونوبليد ومجموعة من المعلومات التي ستفيدكم إن شاء الله. وفي البداية إخواني، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر إعجاب ثم زر الجرس ليصلك الفيديو أول بأول، ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء، وأي تساؤل أو مشكل واجهتموه ضعوا في التعليقات الخاصة بالفيديو وإن شاء الله سأجيبكم عليه في أقرب وقت. فأولا إخواني، نذهب إلى هذا الموقع ثم نقوم هنا باختيار القياس الخاص بنا. مثلا في الكولورين بوكس دائما 8.5 في 11 إنش، ثم عدد الصفحات 120، إما أبيض أسود أو كريم أو كولور. هنا نقوم بتحميل التمبليت الخاصة بنا فيتظهر على هذا الشكل بعد تحويلها، ثم هنا يظهر لنا قياس هذا الغلاف، فهذا القياس خاص فقط بالصفحة يعني ليس الكتاب بالكامل. وانتبهوا إخواني، هذه الصفحة لن تحمل لكم عند استعمالكم لكانفا، لذلك المرجو الذهاب إلى فتحها في الفوتوشوب أو أي برنامج تعديل على الصور وإعادة تحميلها بصيغة PNG حتى تكون بصيغة قليلة ويقوم كانفا باستقبالها بكل سهولة. ثم هذه التمبليت الخاصة الأخرى التي قمت بجلبها من موقع أمازون، فهنا تظهر لنا مكان قص الكتاب، يعني عند وضعك لغلاف الخاص بك فهذه النقط المسترسلة هي التي يقطع منها الكتاب. ثم سأشير إلى شيء آخر وهو مهم كذلك لا يستوعبه العديد من الأصدقاء، فأنا أتيتكم بصورة موضحة لبليد ونوبليد حتى لا يبقى عندكم أي مشكل. فعندما نختار بليد فأنت تترك للغلاف كما هو، وأمازون سوف تقص فوق غلافك، لذلك انتبه عند اختيارك لهذا الاختيار وحاول أن تجعل الكتابة أو أي رسوم كانت في الغلاف بعيدة عن الهامش. أما بالنسبة لنوبليد فهي تظهر على هذا الشكل، فلك الحرية الكاملة، فيمكنك الكتابة ووضع الأشكال حتى في الهامش، فهما سوف يضعون هامشا آخر لكتابك عند القص. والآن سوف نبدأ العمل إن شاء الله. فأولا بالنسبة للأشخاص الذين يستعملون كانفا، نذهب إلى كانفا Create and Design. هنا نحاول تغيير إما بيكسل أو سنتيمتر، أو إذا كانت كانفا الخاصة بك تدعم الإنش فأنت تضع القياسات مباشرة. أما إن كانت الكانفا الخاصة بك لا تظهر الإنش كما هو مبين عندي، فأنا أشتغل دائما بالسنتيمتر، لذلك أقوم بتحويل الإنش إلى السنتيمتر. ثم نذهب إلى هذا الموقع كذلك، نختار فري منها هنا، هذا الموقع معروف كذلك، ثم نقوم هنا بتجاوز هذه الخانة ونذهب إلى هذه الخانة، نضع 8.5 ثم 11 ثم 120 يعني عدد الصفحات. هنا كذلك إما اللون الأسود أو كريم أو كولر، نختار دائما اللون الأسود الأبيض، ثم نقوم بكالكوليت. هنا يظهر لنا القياسات. بالنسبة للقياس الأول فهذا سبين يعني هذا الهامش للكتاب، نحن يهمنا هذه القياسات الأخرى فقط، لا تشتغلوا بالبيكسل إخواني لأن البيكسل به أخطأ. إذن نقوم بأخذ الإنش فقط ونقوم بتحويله للسنتيمتر لأن كانفا الخاصة بي لا تدعم الإنش. إن كانت كانفا الخاصة بك تدعم الإنش فهذا سوف يسهل الأمور أو المأمورية لديك أخي الكريم. لذلك نقوم بالذهاب إلى جوجل ثم نقوم بكتابة إنش تو سنتيمتر، ومباشرة تظهر مجموعة من المواقع، نختار واحدة منها ونشتغل عليه بكل سهولة. فها هو ده مثلا الموقع، نقوم بوضع هنا الإنش وهنا يحول إلى السنتيمتر. فمثلا هنا نضع هذا العدد، نضعه هنا ثم نقوم ب convert، وهنا نقوم
بنسخ هذا الرقم لنضعه في كانفا بهذا الشكل هنا في العرض. ثم قيمة الطول هذه تقريبا لا تتغير، نضيف عليها فقط 0.25. إذا نضعها كذلك في الإنش، ثم نقوم بتحويلها وننسخ كذلك هذا الرقم لنضعه في الطول وكريي ان ديزاين. ويظهر لنا الشكل بهذه الطريقة. ثم نقوم بتغيير هذا اللون إلى لون واضح. ثم نقوم بتحميل هذه التومبليت ونضعها فوق القياس الذي أنشأنا سابقا. فكما رأينا سابقا فالقص سوف يكون من هذه الخطوط المتقطعة، لذلك فأنت عند رفعك للكتاب ضعه مباشرة في نهاية الخط الأحمر. يعني كما تشاهدون الآن نضعه بداية من هنا إلى الزاوية النهائية للصفحة، وننتبه إلى هذه الخطوط المتقطعة لأنها هي مكان القص. ثم عند الاشتغال نقوم بضبط بعض الإعدادات. ولمن يريد الاطلاع أكثر على طريقة الاشتغال في كانفا، فأنا قد قمت بإنشاء درس سابق حول طريقة إنشاء غلاف لكتابنا على كانفا، سوف تجدون رابطه ورابط جميع المواقع المستعملة في وصف الفيديو. ثم بالنسبة للأشخاص الذين يشتغلون في بويربوينت، فنقوم بفتح البويربوينت الخاص بنا، ثم نذهب إلى كرياسيون، ثم ميز اون باج، ثم نقوم بأخذ القياسات التي قمنا بتحميلها سابقا، ونفس العملية نقوم بها تحويل وكذلك نسخ القياس بالسنتيمتر. ثم نضعه هنا في العرض، وانتبه أخي فبويربوينت يدعم الفاصلة وليس النقطة، لذلك غير النقطة بالفاصلة. ثم نأتي كذلك، فهي نفس الطريقة مكررة فقط. ثم نضعها هنا في الطول، ثم بعدها أوكي، وها هو القياس الخاص بنا بكل سهولة. أما بالنسبة للأشخاص الذين يستعملون جوجل درايف فطريقة بسيطة كذلك، نذهب إلى مون درايف ثم جوجل سلايد. عند الدخول إلى جوجل سلايد نذهب إلى فيشي من هنا، ثم نختار Configuration de la page. ومنها هنا نختار Personnaliser، وبعدها نقوم باختيار سنتيمتر كذلك، لأن هذا الموقع كذلك لا يدعم الإنش، ونقوم بنفس العملية، لن أكررها حتى لا يكون الفيديو طويل جدا.
لذلك إخواني سوف تقومون بنفس العملية. ونقوم بنفس العملية التي قمنا بها في المواقع السابقة. وأبليكي، وها هنا يقوم الموقع بإنشاء صفحة بقياس خاص بنا. نقوم بإزالة هذه الكتابات، ومن ثم تشتغل بكل حرية. أما بالنسبة للفوتوشوب فهو كذلك سهل جدا. نذهب إلى فيشي، ثم نوفو، ثم بعدها تظهر لنا مجموعة من القياسات. إن لم تجد كذلك الإنش فاختار السنتيمتر وقم بتحويل الإنش إلى السنتيمتر. نصيحتي لك، لا تشتغل ببيكسل، فالبيكسل وجدت معه في بدايتي بعض المشاكل، لذلك لم أعد أستعمله. لذلك استعمل السنتيمتر، تقوم بالضغط على أوكي، وأنت قد أنشأت قياس خاص بغلافك. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الدرس. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك الجديد دائما، ومحاولة مشاركة الفيديو مع الأصدقاء. وشكرا لكم على دعمكم المستمر.